الوقت اللي وصلنا ليه كاين المراه كاين الراجل، غير اللي رحمه ربي الله يسترنا ويعافينا. بصح هذه الحكايه سي غاف سي غاف واش سي غاف مسكين حياتها كومبليكيد، تخدم عليه تصرف عليه تعبت عليه حتى يروح يتزوج عليها. هذا ما بولا صح يا بنتي، ما بين المراه والراجل ما نقدروش نعرفوا واش كاين، غير احنا لساننا طويل ونحبوا نشعلوا النار في العود نطفوها. ما الراجل يقول من حقي والمراه تقول من حقي، وحنا وين على بالنا واش كاين؟ لو كان نعرف نلقى واحد يتزوج بيا ونعرف باللي على جال شهريتي اللي حاب يتزوج بيا ما كنتش هذه الهيمه. غير تزوجي برك الله حتى تصيبي لي اللي يلمك. واش قلت؟ لا 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 مش على فوت تاع خديتو، الرجال اللي نفقدو مسالك العجوز حقا. الشغل تاعي كيف هضرتي مع الشيعه؟ العجوز الله لا يوصلك ويوصل يدك لخدك، لو كان نضرب حطا نولي صغيره عليكم. وجاتك ثقيله باش تقول لي يما؟ كلمه يما دي مودي صح. واش درنا ديجا؟ في عمرك زوج دورو وحبيت تتزوج. تتزوج انت؟ تتزوج انت؟ تتزوج نتزوج وحبيتي نريح هكا واقي. كيف هكا؟ واش انا نتايا يرحم بابك مازلت تدي المصروف من عند ماك وحط روحك راجل راجل العجوز كتسمعي شو راهي تقول؟ هيا بركاوني وانت كي حبيت تتزوج كيفاش راح تعيشها؟ راح كيفاش راح تخدم؟ سهله مالا عادي هاد البهلوله اللي كيديوها معاك شراجل وريها وحدي في الدار. ويما المراه اللي هضرت لك عليها خدامه تورني ولا حبيتيني انا نزيد نخدم؟ حبيتي تطردك فينا العين؟ كيدوني واحد المونغول مصوفي اللي كيدوني انا باش يكون في علمك يا مونغول مصوفي حتى ديجا هذه تاع بابا داكوغ. وحتى ولو كان تزوجت ولقى راجل نغلق بيتي بالكادنا وندي المفتاح ونجي وقت اللي نحب. تشاو وقتك تخدم عليك حط روحك راجل ماشي كل مشمر جل هكذا سي وماشي كل محسمه مرا. هيا بركاوني وانت كي راك حاب تتزوج نوض شمر على دراعتك وصيب الخدمه وصيب الدار وهذاك الوقت نقصروا على هذا الزواج ماشي تجيب لي المخلوقه ثاني نتمحن بها. عمركم ما سهلتوني الامور وانا مره شهر شهر يا اخي بهلول. يما ديجا هو راني حاصله فيه ما بقات لي بايره قاعده في الدار واحد بهلول حب يجيب لي بنت الناس نزيدنا انا نحصل فيها هذا ما بقى لي. ربي مازالك تقولي لي بايا شوفي شكون قالت لك بايا. يا شبي شوفي تعلمي تعلمي يما شوف منش مأمنة يما شحال شابة غادي نلبسها في عرسي يما 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 شوفي كي نتزوج شحال نلبس شوفي. تزوجي برك نخيطوا لك الدنيا. خيطي لي ما نشري نشري ما نشري. كنت في الطاقه مع الجاره شكون فيهم دي ار اس سي اس اف بي اي اللي مقابلتنا الزهره. اف بي اي يما هذه يما علام هي توقب ويا في ذاك البالكون ما تعطي والو. قالت لي غدوه جايه واحد المراه ان شاء الله تشوفك الوليده باش تخطبك. كش حاجه الا صح واش راهي تهضر جارتنا هينا سكر يما المصيبه تمتم تمتم نفسي كي العنش الدنيا مع الواقف يما واش ديري. واش قالت لك؟ اللي قالت لي قلت لك شباب طويل كول وين على بالي. قالت لي باللي المراه غدوه تجي بصح دوكا انت يا نوضي روحي خملي الصالون وروحي ناديري لنا شويه حلوه وباش نوجدوا رواحنا. ايه حقا المراه هذه تجي وحدها ومن بعيتك تجيب كاع الفاميليا معاها. يا ودي نوضي بنتي نوضي نوضي يما ساعة
الساعه نقلب الدار نجي حتبرق نتوما ونحمم لكم نكيس لكم ديال الكوم. هيا نوضي نوضي بكم انت مهبلين نوضي. ها يما بهلوله هذه حبات الزواج نوضي 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 نوضي. يا اخي مصيبه يا اخي اصلا نشوف هذا الروبات اللي تشاهى فيهم. اخي مصيبه يا اخي. عجبك الحال هكذا سي بون تهنيتي خلاص خير ان شاء الله. الطفله اللي هضرت لك عليها قاموا بها المساغر سي بون طارت دوك انا نبقى هكذا ما نربح ما يطلع لي الربح. خلعتني عن بالي شي واش صرا خاوو معناتها رياض ما يتزوج سي با امبورطون نو نورمال ولفتي لي زالي روتور تاع الخطابه مع هذيك البهلوله انا نورمال. زدت البارح راك تخمم على الزواج انا حبيتك تكون روحك ديجا الباك ما جبتوش كيما الدراري او مو تصيب خدمه دير حاجه وبعدك الزواج ساهل انسى راهم اغوغو يا وليدي فهمتينيش العجوز ديش العجوز قول لي يما كيما الناس كاع راحت لي افير كبيره على بالك طفله تدي 6 ملايين في الشهر باش ما تدي 6 ملايين انت 6000 ما مديتيهم ليش دوك فهمت راح تزوجها الشهريه هما لا مازالهم لي يتزوجوا بالنيه كلش دراهم درك يا يما خلينا يعزيني فيك لانت راجل المراه تخدم وسيدي بو حنطيطه يسبح على قد لين ال11 ما حملتيهاش داقت لك ما حملتيهاش تاع رياض راه قد والمصروف داخل دوك طاجين الحوت انت ما طيب وانا ما ناكلك يا يما على قوم 14 لو كان يسمع باباك غير يدير فيك حاله سي بون سي بون العجوز سي بون حنا ما نتفاهموش قلت لي ما تزوجوش العجوز قول لي يما ماما هي كيما الناس كاع ما تقدم ما نتفاهموش راك حنا الحضاره حنا قوم فيسبوك تويتر سكاي بلوك الحضاره العجوز خليها هي جديد راني خايفه عليك يا وليدي يا البهلول الله يبارك اخ موسى جبرين عليها وشاطره بسلامتها حد الشطاره شاطره والله غير تدخل من الخدمه غير تحط الصاك تاعها تبدل حويجاتها دير هذيك الطابليه وتدخل للكوزينه الشغل كاع تاع الدار عليها يما تحشمينيش بنات كيما هي اليوم والله ما ينصابوا احنا جارتنا واحد العويتقه هكذايا ملي تنوض الصباح وهي مع دوك المسلسلات هذوك تاع اخ نعرفهم هذوك البنات نعرفهم على بالي انا ما نتفرجش كاع لا تيليفزيون ما نعرفهاش كاع كيفاش دايره ما عنديش الوقت غير الشغل شغل الخدمه شغل الخدمه جبتك منين شريتيها هذه كانت ربما تقطعتها رجعتها جيب وليدك خدام ايه ماشي خدام يعني ولا غير جاتو شحال من بلاصه وقالوا له هي تخدم بصح سون غيف لو بلو شير اجنت سيكوريتي